ما زالت طيارات الاستطلاع تحوم فوق سماء إقليم عفرين، وفي هذا الصباح شهدنا أكثر من طيارة وأكثر من مرة تحوم فوق سماء عفرين. نعم، وزير الخارجية الروسي نفى انسحاب القوات الروسية من عفرين، ما هي آخر المستجدات بهذا الشأن أيضا لديك أستاذ محمد؟ نعم، كما صرح وزير الخارجية الروسي لافروف أن القوات الروسية ما زالت موجودة في عفرين، وكم نعم تفضل. إذا هي لم تنسحب، إنما أعادت تموضعها أو تمركزها في عدة نقاط. أيضا أستاذ محمد، هل هناك أي توغل بري تركي في عفرين حاليا؟ حتى أم هذه أنه اللحظة. يقتصر على قصف مدفعي؟ نعم سيدتي، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي توغل في ضمن منطقة عفرين، إنما التحشدات التركية ما زالت موجودة على تخوم إقليم عفرين، بما ضمنهم جنود الأتراك وعناصر ضلع الفرات وعناصر هيئة تحرير الشام مصنفة إرهابيا وأحرار الشام وفصائل أخرى، ولكن لا يوجد أي دخول بري إلى منطقة عفرين. هل هناك أنباء عن اشتباكات بين طرفي هذا الصراع في تلك المنطقة؟ الاشتباكات مستمرة، اشتباكات متقطعة على تخوم عفرين، المدفعية التركية والعناصر الفصائل المسلحة الأخرى ما زالت تقصف القرى وتخوم منطقة عفرين منذ أيام، وهناك اشتباكات في أكثر من منطقة، ولكن لا يوجد جرحى حاليا من المدنيين، لأن القصف يستهدف المدنيين أيضا في مدينة عفرين.